السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة، نستمر بالكوميونيكابل ديزيزز. اليوم محاضرتنا انفلونزا مهمة وإن شاء الله خفيفة. أهميتها طبعا أكثر بعد ما ظهر الكوفيد 19، وكلكم تعرفون شلون صار إنه إشكالات كثيرة عند حتى الأطباء، إنه الساين والسيمتمز اكو بعض التشابه، لكن بشكل عام يعني الفرق ممكن تحديده، ممكن انه الكوفيد 19 طبعا اشد. اذا نبدي من البدايه مثل انكيوبيشن بيريد الانفلونزا 1 تو 2 دايز 1 تو 4 دايز، يعني بينما الكوفيد 19 2 او 3، يعني اكو اختلاف. قسم قالوا خمسة ايام الى 3 اسابيع، قسم قالوا 1 الى 14 دايز، فهي الرينج بحدود يعني العفو تصل الى اسبوعين ثلاثة. طبعا كلكم تعرفون انه الكومبليكيشن بالنسبة للكوفيد 19 اذا كانت على الأورجانز، ترومبوسيز، نيومونيا، يعني أشد أكثر وأشد مما الإنفلونزا. الإنفلونزا يعني قدروا بعض الشيء أنه بعض الأنواع يعني أنه يعطوه فاكسينيشن، وفادت بالذات الكبار، الكرونيك اللي عندهم كرونيك ديزيزز، الالدرلي، فادتهم موضوع انه قللت الديوريشن اوف illness وبريفنت كومبليكيشن. ايضا ممكن يعني الانفلونزا هم تسوي كومبليكيشن قد تصل الى ايضا نيومونيا. وطبعا الثنيان كوفيد وانفلونزا هو فيفر. بالكوفيد أكو بعض الحالات ممكن 10 إلى 20% دايرية و جي اي تي ديستربنس. للفلاونزا أو الفلو يعني ما مسجل أنه هيك هكذا تعمل دايرية وهكذا. فالفرق يعني أعتقد الآن اتضح بعد ما شافوا شدة الكوفيد 19 والكومبليكيشن مالته عن الفلاونزا. المهم الانفلونزا هي فور تايبس الرئيسية، ال A B وال C وال D، وسنمر عليها بشكل سريع الفرق. يعني هو RNA viruses يعني مثل كوفيد 19 مو DNA، يعني one strain، وتابع الفاميلي أورثو ميكسو فاريدا. بينما قلنا بذيك المحاضرة الأولى كوفيد 19 تابع إلى كورونا، مجموعة الكورونا فيروسز فاميلي اللي المارس والسارس 2002 ظهر أيضا من نفس الفاميلي. يعني حنشوف في شيء قريب ومشابه فكرة سريعة أنه كيف إيش دي يصير بالكوفيد 19 هو عن طريق هذا الفيروس إنفلونزا فيروس. هنلاحظ كيف الميوتيشن ايش دي يصير. نعم، فنيو انتيجين هم مستمر الانفلونزا انه تطلع سترين ايضا بسبب عده اسباب. طبعا اذا كانت الانفايرمنت، اذا كانت الدراج مس يوز، اذا يعني الهوست فاكتور هو نفسه اميونيتي مالته. فهذه مثل الكوفيد انه من تطلع نيو سترين تنتشر وتسوي يعني مثلا على بلد كامل او حتى العالم وتصير ماسيف بانديميك. واغلبها طبعا هي يعني شافوها هي تابع للتايب اي، which is the most virulent among those three، لان دي الرابع واحد هو لحد الان هو يعني محصور ضمن الانيمالز، ولكن يتوقع انه ممكن يطفر او يصل
transmitted to the to human. وهذا هو اللي ما حدث في كوفيد 19 ونظريات والتساؤلات. ويكون عندنا بعلمنا انه كثيرة من الفيروسات المكتشفة والغير مكتشفة موجودة بالحيوانات والطيور والأبقار، ولكن من الصعوبة انه تنتقل الى الانسان. وهذا اللي هو يعني العالم استغرب، والعلماء انه كيف وصل الكوفيد 19 او هو طبعا المرض كوفيد 19، المرض الفيروس هو زي ما قلنا كوف سارس 2 يسموه. ف تساؤلات ونظريات، وخلوا يعني انه هذا السوق الشعبي اللي في الصين وبهذه الحيوانات ياكلوها وهكذا، وكلام عليه انه مختبرات فقدت السيطره عليه وهكذا. فالاي قلنا هو ذا موست فيرولنت بالنسبه للانفلونزا. نعم. الاي ديفايدد ايضا طبعا سب تايب على اساس الانتيجين اللي موجوده على السيرفيس مالته، اللي هي هيموجلوتينين اتش ونيورو امينيديز ان. فهذه يعني السب تايبز الكثيره اللي ممكن H1N2 وهكذا. هذه حثت حقيقة خلال فترة من 1920 إلى الآن، يعني حثت كثير من الوبائيات، يعني وباء انتشر بالعالم بانديميك صار عن طريق هذه الانتيجين، بروتين انتيجين. فنلاحظ مثلا بال H1N1 كوز سبانيش فلو بال 1918 وماتوا آلاف أيضا. سواين فلو اللي علاقة بالخنزير يعني سبب 2009. H2N2 حدث إيجين فلو 1957. H3N2 هونغ كونغ فلو، و بال 2004 H5N1 بيرد فلو وهكذا. هذه الأرقام من تتغير بالانتيجين مالته، تحدث ال H7N7 هو unusual zoonotic potential، يتوقعوه انه ممكن مهيئ انه ينتقل الى الانسان. نعم. بال H1N2 يعني حدث بالهيومن والبيج والبيردز. نعم. البي طبعا قلنا الاي، قلنا الاي هو ذا موست فيرولنت، وهو شافوه اكثر شيء مسؤول على الوباء بانديميك بالعالم. الاي والسي مالتيبل سبيشيز، ممكن هيومن ممكن انيمال. البي هو يعني محدد على الانسان. نعم. وطبعا البيردز هي حيوانات كثيرة اللي حتى جتنا لبلدنا، إذا كانت القطط البيردز الكذا أصلاً هي أكو حيوانات هي بيها الفيروسات، هذه متوقع أنه تحمل هذه الفيروسات بأنواعها بالسب تايبز، يعني أقصد بالإنفلونزا H15 and N9 موجودة بالبيردز. الدي مثل ما قلنا infects animals only occasionally، يعني viruses are transmitted to other species and may then cause outbreak in domestic poultry مثلا دجاج وغيره and give rise to human. يعني مو common، occasionally مرات احيانا يعني تنتقل لاسباب كثيره، قسم معلومه قسم غير معلومه. اللي يحدث هذا في التصوير مبسط جدا، يعني انه مختصاص طبعا دول الفيروسز موليكولر فيروسز اللي جماعه تشتغلون في مختبرات خاصه، ويعني
محاطة بسكيورتي ومحاطة بروتكشن بالنسبة لهم، ليفلات ليفلز يسموها، يعني مستويات تصل إلى الرابع الخامس بالتحفظ، بالنسبة من يدخلون يطلعون. هذه موجودة بالدول المتقدمة، أمريكا وسويسرا وغيرها، فاهمين الشغلة ويعرفون الشغل مهم. فهذه نلاحظ هنا هذه الـ H والـ N، هو مصور لياك بالأصفر الـ H اللي قلنا، وهذا الـ N نيورو من الديز، وهذا هيموغلوتينين. فهذه بالتغيرات التركيب ماله، من يبدي يغير يصير ميوتد، يعني يبدي ميوتد، يعني تطلع سلالات جديدة تختلف عن الأساس. فهذا ممكن بالنسبة للإنفلونزا فيروس، وتقيسه على باقي الفيروسات أو بالذات هو الكوفيد. يعني قرأت في أمس أنه في أحد الدول، بريطانيا يعني اللي هي اللي تشتغل على هذه الأمور، عرفتوا أنه كيف طلع توجين اللي هو ميوتنت. هذا طبعا بس اثنين اللي محدديها، لكن اللي لقوها يعني. لكن هذا رأي مدير الأمراض الانتقالية، تكلم يعني ذكر، قال أنا أتوقع وأرى أنه هذا الفيروس، مرض الكوفيد 19 أو الكوف سارس 2، عنده قابلية أنه 28 مرة بالشهر تقريبا يومية يقدر ميوتن، يعني يغير بنفسه بالمات الجينات والسلالة. فالمسألة يعني خطرة ومعقدة وصعبة. وحتى هذا الفاكسين يعني سووا عليه تجارب مثل ما قلنا بالآلاف، وطلعت أنه ماكو سايد افكت، لكن هل هو حينفع ويصد يصد هذا البانديميك؟ يعني بين ما يصل إنه بين ما يعني يتوزع وكذا، هو ملحق الفيروس سلالة أخرى ويجينا عن طريق مسافرين، عن طريق يعني عدة وسائل. فهذا بالنسبة للدريفت، تلاحظون أنه بعض الأجزاء تغيرت. فهذا يعني الدريفت، والثاني هو الشيفت. طبعا هو هذا الشيفت هو الأخطر، إذا غير بتركيبه، هذا كله نحكي على الانفلونزا فيروس، إذا غير بتركيبه إلى يعني شيء أصعب تلاحظ. يعني حتى هم مغيري لك مثلا كشيء تشبيهي باللون، مثلا مثلث صار مربع، بعد تخيل انه كيف يصير المسألة أصعب، وهو أصلا فهذا مع المسيوز حقيقة، مع الأسف يعني الأطباء والصيادلة، مع هو أصلا محاط بلايرز، وهو ما يتأثر بالأنتيبايوتكس. وبالمناسبة أقول لكم شيء مهم أيضا، هو من نفس هذا المسؤول أو المدير الأمراض الانتقالية في بريطانيا، أنه ذكر واحدة من الأسباب، هو حسب رأيه يعني، تعرفون هو كثرة المراكز، كثرة كل واحد يريد يعني يبين هو الأفضل وهكذا، وهو الأحسن وهو معلوماته أصح. لكن هو ذكر مسألة حقيقة أنا اقتنعت بها، أو يعني منطقية جدا، أنه يقول واحدة من أسباب الميوتيشن اللي يصير بالكوفيد 19 هو التريتمنت بروتوكول. هذه طبعا يعني موضة عند العيادات، أما هم يبتكروها يرتبوها حسب ما شافوا، مثلا كم مريض، واحد اثنين صار زين، قد ما يكون ما له علاقة بالدول ميونيتي مالته، أو هو أخذ فترة المرض صار زين بس. فهو اقتنع وسواله بروتوكول وقام يوزعه، أو يتصل بأطباء أصدقاء من الخارج في إنجلترا من هناك مثلا، ويعطوه بروتوكول مال تريتمنت، اللي هي
شوفوها انتم بذيك المحاضره مال كوفيد 19، كم نوع دواء، كم اللي يخبط كورتيزون على كلوروكوين على نعم، وهكذا يعني البنادول. احنا حتى الطلاب يعني انا اعرف انه حتى ابنائنا وكذا انه هذا موضوع البنادول يكرزوه عبالك حب، وبنادول نايت وبنادول، وهو من سنين في امريكا يعني انترك في الدول المتقدمه، شافوا تاثيره الشديد على الليفر وابدل ب يعني اسماء اخرى، تايلول وغيره موجود يعني، وصل يعني ممكن تدخل به اشياء تجاريه وايكونوميك، لكن هكذا البحوث احنا حسب ما انه ذكرت عليه انه ياثر على الليفر، وطلاب وغير الطلاب يعني كرزوه كانه اقل شيء، اذا الم اذا اقل هدك بالقراءه، هذا خطا، اخطاء كثيره وعادات. اذا كانت يعني اذا كان التدخين، وهذا هم من سنمر عليه ان شاء الله بالاثكس محاضره، يعني اثيكلي انت كطالب طبيه وحتى اساتذه عندنا يعني مع الاسف يعني في بلادنا العربيه وبلادنا وبلد العراق يعني تشوف اساتذه يدخن قدام الطالب وبالاقسام وهذه في دول حقيقة أفريقيا وآسيا، من نقول ذيك الدول، من نقول سويسرا والسويد وغيرها، أنه هذه تعتبر يعني جريمة، يعني ممكن تصل إلى السجن، ممكن غرامات تصل إلى 4000 5000 دولار، اللي مثلا بالحرم الجامعي شافوا طالب أو أستاذ يدخن ممنوع، هو كاتب لك أول ما تدخل في المجمع واحدة من هذه محذريك. وطبعا في كل جامعة أكو شرطة لهذه المسائل وغيرها، تفتر وتراقب وكاميرات. فإحنا يعني بس قسم من يعني اللي يدخنون يعني يعتبروها مقتنعين أنه ما ذاك التأثير بالنسبة لكوفيد 19، وهي بالعكس ممكن بروتكتيف وهكذا. على كل الأمور يعني حقيقة بدون يأس، بس أكو أمور من الصعب حلها، هي فتشي مثل ما قلت لكم هاي العبارة اللي social norm، يعني social norm صارت عندنا عادات اجتماعية خطأ مع الأسف، أو شطارة أو يعني شون بالنسبة لأنه عاكس القانون، عاكس الأشياء، الماسك الماء البسه تفوت هسه تشوف ما حد لابس ماسك، يعني كأنه هو سبع، كأنه ملح ينصاب، أو كأنه قسم يقول لك ماكو شيء، وهكذا أشكال تسمع. طبعا قلنا إذا تحول شيفت، وهذا في التصوير يعني بسيط جدا، وطبعا ما نقدر نقول مثل كوفيد، لكن صور لكم الفكرة إيش يصير بالفيروسز وكيف أنه يتحول. فهذا من صار شفت هذا مشكلة ومصيبة ويتحول، هو هذا سبب البانديميك. نعم، وهذا هو المكتوب اللي حكينا أنه ممكن يصير ميوتيشن، اللي هو هذا ميوتيشن بالدريفت يعني، والأخطر هو إذا صار الثاني ري أسورتمنت، هذا من صار الشفت هذا الثاني اللي يصير يعني بالعربي الريأسورمنت يعني إعادة هيكلة. هو كائن حي، هو يعني ما كملنا أي يعني أكد أرجع أقول أنه هذا المدير شو اسمه قال واحدة من الأشياء هي البروتوكول تريتمنت هذه، فممكن يعني ممكن أنه يتحسس هذا الكائن الحي الفيروسز من تجي هذه الأدوية المختلفة، وتحاول مثلا تضرب الجدار تخترق كذا، يحول رأسا إلى يعني تايب آخر أو إلى يعني ميوتنت
he يعني mutates himself to يعني another وهكذا. فبعد صعب أنه يلقف بال إذا أنه بالفاكسينيشن أو بال نعم. وهذا مكتوب كله أنه كان الميوتيشن كان cause small changes in the هذا بالانتيجينز اثنين هي الأساس هذه زين اللي هي على السيرفس على مال الفيروس. وطبعا هذا بيها ريسبتورز وحكي كثير يعني. الحقيقة الإنسان ضعيف وهم العلماء يعني اللي بهالاختصاص هم يعني دي يحاولون وشفتوا انتم بالكيف الكوفيد 19. فهذا انتيجينيك دريفت يسموه وحج كثير طبعا قد يعني على ريسبتورز على انجيو تنسين تايب 2 انزيمز وهكذا. وطبعا هذا اللي يعني ذكرته ما اعرف لكم او للصيدله حقيقه نحتاج جدا يعني انه الطلاب الطبيه والمجموعه الطبيه انه يكون ربط بالدراسه مالتهم حقيقه. انه يعني احنا من درسنا حقيقه ما اذكر انه احد ربطنا او مثلا قال لنا حصير هذه بهيجي هذا هاي الفيروسات يعني من درسنا اقصد بايوكيمستري وغيرها والبيسك اللي الطلاب بس اللي يخلص من عندها واللي هي الأساس. يتوقع أنه بس حتى يخلي السماعة على رقبته يكشخ وهو تشوفه يعني مركز في عقله كله على تريتمنت أو على أنه يسوي اسمه عيادة وديجنوزيس وهكذا. هو الأساس ما فاهمه. فالربط حقيقة أنه من تضبط الصف أول وثاني وثالث وهذه كلها البيسك اللي تفهم البايوكيمستري والإنزيمز والإلكترولايت اللي أنتوا كأطباء يعني لازم واحد من صف ثاني يربط والأساتذة كذلك يربطون إنه كيف إنه العلاقة بالهايبرتنشن وهكذا السايكلز مال سيلز والميتوكوندريا ويعني أدوارها ومن ضمنها أدخل على الميوتيشن وأجيب أمثلة فيروسز وغيرها. هذا المادة حتنحب أكثر والطالب حيربط أنه هاي المسألة ما لح يقدر ما لح يتركها مثل ما هي بالإعدادية مثلا قريت مادة مادتين جغرافيا وكذا وتركتها وخلص راحت بعد طارت من عقلك. لا الطبية تختلف بتاتا أنه كل شيء اللي هو يعني أعطوك درس طبعا ما عدا مثلا عربي او ما اعرف يمكن الشالس عربي يعني من اول ما حطوه قلت لهم ما خلوا انجليزي يمكن خلوا بس انجليزي احسن على الاقل اللغه نشوف طلاب رابع يعني يوصلون مع الاسف سطر ما يعرف يكتب او كله املاء غلط وهذا مو بصالح الطالب لان هذه لغته المفروض تصير الاولى ويتقنها يضبطها كلاما شفويا باكر عقب امتحان ولا مؤتمر ولا ندوات في كليه في كليات في مؤتمرات عالميه هذه لغته الاولى تصير. وبالنسبه العلميه نعم. اما اذا كنا فهذا حيصير بعد حتصير سترينز كثيره ما يمكن يسيطر عليها وهي موجوده طبعا بالانفلونزا فايروس كثيره سترينز. وإذا صار الميوتيشن لا أو يعني صار التغيير أكبر وأوسع وهذا حيصير assortment فهذا اللي هو الخطر الخطورة به. نعم هذا يقول لك أنه new antigen زين وهذا يصير يسموه طفرات يعني أنه ممكن من يصير reassortment طفرة وراثية يصير عنده ممكن أنه ينقل من الأفيان إذا كان birds أو من الحيوانات إلى الإنسان ويصير خلط بالسترينز وهي أخطر شيء طبعا لأنه يعني ممكن جسم الحيوان ممكن يتحمل ممكن خلقته أنه هذه الفيروسات متوقع أنه حتيجي باعتبار احتكاكه
مثلا البقر، الكاتل، والأغنام، احتكاكها بالأرض والحشائش والهواء دائما، فتتوقع أنه فيه الفيروسات، وممكن جسمها مهيئ إلى الأنتي باديز وإلى يعني الإميونيتي مالها أنه لهيجي أمراض. لكن إذا انتقل إلى جسم الإنسان اللي ما يتحملها مثل ما حدثت به هاي الأشياء، هذا يكون صعب جدا السيطرة عليها. Prevention، نعم Prevention واضحة مثل ما حكينا بالكوفيد، يعني هي هذه كلها respiratory خطرة وممكن تحدث complication. إذا كانت TB يعني كريسبيراتري، إذا نحكي TB هو بكتيريال، بس الفيروسات بأنواعها أكو عادات لازم إحنا نغيرها مثل ما ذكرنا بالمحاضرة. الكوفيد 19 يعني موضوع التهوية، موضوع النظافة، موضوع التحدث قريب، يعني زين اللي هي كله رذاذ ما ينشاف ينقل، هذا يكون كارير وينقل للسليم. زين موضوع المدارس، هذه اللي كل فترة وكل مكان إن شاء الله نمر عليه المحاضرة اللي إن شاء الله الأسبوع القادم، اللي هي مجموعة من الفيروسات تنقل بين المدارس والأطفال. وهذه ليش هم خلوا عالميا وحددوا أنه لازم مثلا 10 فقط في الصف وبمواصفات بالنسبة للشمس والتهوية، ليه مو هيك اعتباطا؟ لأنه الشمس سان راي السن لايت هي تقتل أشياء كثيرة، بكتيريال فيروسز. زين تهوية هي تخفف من الدنسيتي مال الفيروسز والبكتيريال وهكذا. وإذا إضافة رقم 3 و4 هو التنفس، يعني شوف لك 30-40 بصف قياسات، يعني نقول مع الأسف ونقول المشتكى إلى الله، هذه كلها يعني أكو أشياء سيطروا عليها وإحنا ما زلنا نراوح في نفس مكاننا بل رجعنا لي وراء. وطبعاً هذه كلها لا تنسى أنه هذا يكلف الوزارة ويكلف يعني من ينصابون أو من يستمرون يشترون من شركات أمريكية وسويسرية فاكسينيشن وبالدولار العملة الصعبة والكذا. والمرض هو ممكن يسيطر عليه بأشياء تدخل حتى هندسية، اللي هي قلنا مثلا الصف والقياسات وهذه حددتها اليونسكو اللي هي مسؤولة عن المدارس، ومن زمان من 60-70-80 سنة، أنه هذه موضوع الأمراض والنظافة والغيرها وغيرها، فاللي تبعوها ومشوا وزادوا أكثر عليه، تفننوا بالنظافة يعني شوف المجتمع الياباني ونظافته. زين هم لا وضوء ولا صلاة ولا أدهم، لكن مشوا على تعليمات زيدوا عليها أكثر تفننوا. وشوفوها كل يعني أنا كل سنة أقولهم الله يجزيه خير اللي شو اسمه اللي طلع حلقات كثيرة، الأستاذ أحمد الشقيري، على بلدان متطورة ومتقدمة، وهو يتحسر أنه بلداننا تصير مثلها مع الأسف. طبعا هجموا علي قسم وقال له لأ أنت بس تمدح بذولاك وإحنا كذا. المهم هذا إحنا طباعنا السيئة هو الانتقاد دائما، هو ده يريد يقول لهم أنه صيروا هيك يا وزارات يا ناس يا كذا. على كل حتى دولة اليابان أعطوه الدرع هذا تكريما، أنه يعني شلون وصف بلدهم وهكذا. فالمهم دخل على المدارس وصورها قبل 10 سنوات يمكن، هاي شفناها كيف أنه ينظفون مكانهم، كيف أنه يأكلون، يفرجون أسنانهم، وهكذا أمور كثيرة كثير حكي كثير.
التواضع بالنسبة للمدير، ومثل ما قلت لكم احنا هنا يعني الابتدائية مع الأسف اللي هي الأساس وهو البنية التحتية للمجتمع وهو الشخصية اللي تطلع، وحب للمدرسة والوطن بشكل حقيقي، مو مال رفعت علم وتصفق وكذا، كلها تبدي من ابتدائية. إذا حبوا المدرس، إذا حبوا المدير، إذا حبوا الرياضة، شوقوا لهم الكذا، احنا 90% 99% العفو ما اقول 90، انه هو كله على انه يحضر ولا ينجح وكذا وخلاص انتهت، راحت 6 سنوات هباء منثورا. فمع انه تعرفون انتم او اذا ما تعرفون اقول لكم، هي اليابان نفسها ودول كثيره الى حد اللي احنا ما نسميه، هم يسموه السابع مرحله 7th جريد، نسميه الأول متوسط تقريبا، إلى أول متوسط ثاني دول كثيرة ما عندها رسوب، ما عندها رسوب، يعني بالنسبة جواب الطالب أو كذا. طبعا اللي يغيب دائما واللي ما يعني ما يحضر أشياء عملية، هاي واحد يعني يطوع عملي ما يحضرها، ومثلا يطوع أسئلة مو معناه ما يمتحنوه. اي بس بشكل عام هم يعني يقول لك انه انا هدفي مو انه اسقط او ارسبه او لا، هذا هسه انشاء وتعليم وخليه يحب المدرسه والوطن ويحب دروسه ويحب انه شلون يقرا ويتفننون انه كيف يقرا وكيف يطلع على اشياء خارجيه، يركزون على العملي، يعني مختبرات مال اللي احنا بس يمكن حتى اللغه كلية عندكم ما اعرف، فيزيولوجي يعني هسه طبعا على الكوفيد، بس قصدي قبلها انتم قبل سنتين ما ادري بالصف ثاني فيزيولوجي شنو اخذتوا، احنا في وقتنا يعني حتى ضفادع كانت تجي من مزارع هي محدده لكليات الطب وغيرها ونعمل عليها تجارب، وموضوع المصل والإشارات وهكذا نشرحها، هذا صف ثاني. فهذا اللي دا نحكي ثاني كلية اللي هسه طبعا يمكن هم اللغة أو ماكو، هم يسووه عندهم بالأول بالصف يعني خلينا نقول السادس ابتدائي عندنا زين، والسابع والأول متوسط. وهسه جت التكنولوجيا ووسعوا أفكارهم بالنسبة كل واحد لابتوب وغيره وغيره، فكلام كثير ومع الأسف وماكو شيء، ماكو شيء يروح ببلاش أبدا، كل هذا حنحاسب على الوقت اللي ضيعناه بالكذب وبالبوق زين، الكل مشمول، ونحاسب على أنه أكو موارد عظيمة وضخمة والناس تتحصر، يعني الدول تتحصر على هيك موارد زين، وما هيئنا المدارس مع الأسف، ما هيئنا health education حقيقي وصادق، وحتى لو على أساس المادة الأساس، لأنه هذا فرد بالمجتمع، هذا هم من يعدوه يقول لك هذا حيخدم البلد، حيضحي، حيكذا، أمور كثيرة درسوها نفسيا واجتماعيا وكذا، وصار الربط. بس احنا مال نضل ترى احنا مضحوك علينا اذا نضل مال الكل دي يسوي هيك، الكل دي يغش، الكل دي يبوق، وقد علينا احنا مهيج كذا، هذه ترى خطره ما تدل على خير، رحنا بعيد لكن هي نعم. Educate public and health care personnel about personal hygiene، مثل ما قلنا هذه العادات، يعني انه على الاقل اذا القحة أو السنيزينج مثلا أنت رأسا خليه، حتى هاي التعليمات طلعت دبليو اتش وغيرها، خليه الذراع مالك أنه خليه على فمك في حالة يعني أنت ما عندك شيء فور بروتكشن. ريديوس أوفر كراود، مثل ما صارنا ساعة نحكي على موضوع المدارس وغيرها وغيرها والأقسام الداخلية والورك بليس، كل هذه لازم ماكو هذا التجمعات زين. وطبعا هم بلدانهم مثلا الصين وغيره وحتى اوروبا
هذه أحد أسباب هم مين يعدم يعني هم أكو سلبيات خو مو بس إحنا، أنه موضوع القطارات والأوفر كراودينج اللي بالصبح والكذا بالآلاف، يعني هذا انتشر عندهم الكوفيد والغير انفلونزا ما سيطروا عليه، ذلك سووا شت داون، غلقوا غلقوا المدن لهذا السبب، لأنه هذه واسطة نقل يعني معتمدة عليها آلاف مؤلفة. زين كحول مثل ما هسه دا يستخدم بالكوفيد هو الحقيقة يعني رقم واحد، the best choice، هو حتى الديتول وذاك كله هيك يعني بالنسبة كحول هو اللي يفلش الجدار ماله ويقضي عليه، في ذلك مهم جدا أنه واحد عنده سبراي بالكلية من يتنقل بالسيارات من يطب يطلع محل يرش إيده أو على الأقل يغسل بالمي والصابون بطريقة يعني تصل إلى نص دقيقة دقيقة في سبيل سقوط الفيروس. نعم مثل ما قلنا أنه بعد ما انتشرت في منطقة حتى سيطر وصارت إصابات أبدي أطيب، يعني هم قسم يطون حتى إذا ما منتشر حالات احتياطا في بلدان، وبالعراق هم إجا يعني قام يطون مال الإنفلونزا، بس هل أنه مدروس مثلا إحنا يا تايب موجود مثل ما هسه شفنا، زين أنه بيا نوع يا سب تايب الاتش ان ياهو منهم، بحيث يعني هذه ما أعرفاني حقيقة، لازم نسأل شنو التايب تحديدا. فيعطى active immunization inactivated influenza virus polyvalent vaccine، طلعت أنواع كثيرة، و يعني مثل ما قلنا الكرونيك ديزيزز والدرلي دول ضروري جدا، وفي بريطانيا يعني من سنين من عشرات السنين هم يعطون الفور انفلونزا فاكسينيشن، لانه تجي حقيقه تعرفون يعني موضوع الوينتر مالهم البرد يساعد ظروف بيئيه للفيروس. نعم ان شاء الله يعني خدت فكرة وربطنا بالكوفيد 19 ومقارنة بين الثنين تريتمنت. نعم تريتمنت ها مثل ما قلنا التدخين إلى أثر طبعا هو بالميوكس ممبرين وغيره، هذول يحجون يعني ما لأنه ما تأثر وعلى الكوفيد هذا خرط، وأكيد يأثر وأكو تنبيه علمي على هالمسألة بالنسبة للرسبيراتري الانكم يعني عفوا الاير من انسبايرد واكسبايرد والسايز مال لان، كل هذا علاقه دول المدخنين من غير المدخنين. ف زين انتي بايوتكس مثل ما قلنا هاف نو افكت باراسيتامول، انت فيفر يعني سيمبتوماتيك، اذا كان فيفر ريهايدريشن ضروري انه تعوض لان هذا حراره وسخونه ويحتاج. قسم بدأوا يعطون أنتي فيرال تامي فلو وريلانزا، هذول يشتغلون على يعني نيورو أمينيديز على الأنتيجين زين to stop spread of virus in the body، يعني يحاولون يلحقون قبل ما ينتشر ويبدي يوزع للبقية. يعني ما أدري حقيقة إذا أكو دا يستخدموه هنا، بس موضوع السايد افكت غيره الإفكتيفنس مالته ما عندي حقيقة معلومات كثيرة عنه، فالأفضل هو هذه على أشياء سيمبتوماتيك باراسيتامول، ومثل ما قلنا ريست ودرينك لوت اوف يعني فلويد طيب، وهكذا إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله نمر مثل ما قلنا على الفيروسات اللي موجودة في الأطفال لهذه المامس وغيرها والميزلز، وشكرا جزيلا. إن شاء الله المحاضرة بعد 10 دقائق أيضا الأثكس نسجلها.